السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان طريقة عمل دائرة مكونة من لونين مختلفين على برنامج أوتوكاد. كالعادة أنا أستخدم نسخة 2018. أذهب إلى الدرس مباشرة، أقوم بإنشاء دائرة اختصارها C، إنتر المنتصف، وليكن القطر الخاص بها هو 10 هكذا مثلا. بعد ذلك أقوم بعمل نسخ لها CO إلى هنا، ثم أختار هاتين الدائرتين معا وأقوم بإعطائهما سمك معين. أتي إلى البروبرتيز من هذا السهم، أتي إلى هنا، أختار سمك معين وليكن مثلا 0.5 مليمتر. أوكي، نلاحظ أن السمك لا يظهر. نأتي إلى هنا، نختار لاين وايت من هنا من هذه القائمة، سنلاحظ ثم ظهورها هنا، أضغط عليها نلاحظ ثم ظهور السمك الخاص بالدائرات. أوكي، بعد ذلك أختار الدائرة الأولى أعطيها اللون الأحمر أو أي لون تريدونه، اللون الأحمر. أوكي، بعد ذلك أأتي إلى هنا، أأتي إلى اللاين تايب، أختار أوزر، ثم أأتي إلى لود، أختار هذا الخيار إيزو داش سبيس. أوكي، نلاحظ ثم تصديره هنا. أوكي، بعد ذلك أختار الدائرة، أأتي إلى هنا، أختار من هنا الخط إيزو داش. نلاحظ أن السمك الخاص به أو السكاي الخاص به هو كبير، سنقوم بالتقليل منه. نفشل إلى بروبرتيز إلى هنا أوزر، وأقوم بإعطائه القيمة مثلا 0.1 وأضغط على أوكي. نلاحظ تم تعديل السلم الخاص به. بعد ذلك نأتي إلى هذه الدائرة، أقوم بعمل موف إنتر، أختارها إنتر، أختار الحد الخاص بها، يظهر لنا المنتصف الخاص بها كذلك. ثم نقوم بعمل تطابق لها فوق الدائرة الأولى، نفس الشيء أختار الدائرة الأولى، يظهر لنا المنتصف هكذا. بعد ذلك أأتي إلى هنا، أختار Selection Cycling، تم ظهوره هنا، أقوم بتفعيله، وأتي إلى هنا، أضغط عليها، أختار السيركل ذات اللون الأبيض، أضغط عليها، أتي إلى هنا، أضغط بزرفها الأيمن، أختار ضرب أوردر، ثم Send to Back. نلاحظ تم تكوين هذه الدائرة بلونين مختلفين. باختصار هذا هو الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.